الفقرة دي الإجابات كلها بدون كسوف. أوكي. حاولتي تمشي على خطى فيروز بشغلك في مسرحيات مع الرحبانية، ليه ما كملتيش؟ أول شيء لا، رح صحح لك الجملة، أنا ما حاولت أمشي على خطى السيدة فيروز. اتقال وقتها كده. وغلط إنه أي فنان يمشي على خطى أي حدا. كل فنان عنده أكيد شخصيته وعنده طبعه وعنده صوته وعنده هيدا. لا، أنا كنت كل عمري بحلم بالمسرح الغنائي طبعاً، ومعجبة كتير بالمسرح الغنائي الرحباني خاصة. فكان عندي حلم، كنت عم بدرس تمثيل وأنا عندي صوت حلو، يعني أقل شيء أجمع التمثيل مع الغناء بالمسرح الغنائي. وهيك بلشت تجربتي. بس بالعكس اللي صار إنه أنا أول عمل مع بمسرح الغنائي بال 1998، أنا كنت أول فنانة، وهي باعتراف يعني الإعلاميين والعالم الجمهور، أول فنانة لبنانية ما بتذكرنا بفيروز، بتذكرنا بحالة. كانت دم جديد على مسرح الرحباني جداً، ومن هون نجحت وانطلقت، وكنت يمكن أول فنانة بالمسرح الغنائي مع الرحابنة بطلوا ناس يقرنوها بحداً. أول شيء فيروز طبعاً لأنه هي حالة نادرة لا تقارن بأحد، وأنا كان عندي شخصية هيك تشبه عصري. بس ليه لما سبتي الرحبانية الناس انتقدت أنك سبتيهم؟ طبعاً أكيد، لأنه حدا بيصير له يكون عنده غطاء وسند مثل اسم الرحباني وبراند الرحباني، بس يطلع براتهم بيقولوا أنه رح يخسر هالسند أو رح يخسر هالبراند. فأنا بتفهم يعني، أكيد خافوا أنه أنت عندي كل هالبرستيج وهيدا أنه لحالك. أول شيء أنا طلعت لأنه كنت بدي المزيد، هني بوقتها ما كانوا جاهزين يعطوني المزيد. يعني أنا ما كنت بس بدي اكتفي بمسرح غنائي، كان بدي ألبومات، كان بدي أغاني، كان بدي خلص يعني بفوت بمسيرة فنية لكارول. هني بوقتها ما كانوا جاهزين. ما هو إنسان كمان حسب بشو عم يمر، هن كان عندهم وقت ظروفهم، وأنا كان عندي كمان طموحاتي. فلما حسيت إنه ما عطوني اللي أنا بدي بوقتها، فحسيت إنه أنا لا، لازم روح شوف مسيرتي، لأنه العمر المطرب سريع والصوت عمره سريع وشبابنا يعني ما فيك تعدي تنطري. فمن هون كمان، وكمان سبب ثالث ما فيني خبيه، إنه شو ما أعمل شو ما أعمل شو ما أعمل مع الرحباني، بالنهاية يوم ما بعد ما كلنا نموت ويجي أجيال رح يرجعوا يذكروا مع الرحباني أكتر شيء حيذكروا فيروز. بس يقال إنك بعدتي عنهم بسبب خلاف مع منصور الرحباني اللي هو كان بينتقدك طول الوقت. لا بالعكس، وين هالمعلومات؟ مش مظبوط. لا، منصور الرحباني كان دايما بقول بكل برامج، في برنامج مع توني خليفة أو في التصريح ده، مش مع منصور. كان عندي خلافات مع أكتر، كنت أختلف مع أسامة. هي اصطدامات يعني إذا بدك فنية بوجهة نظر، مش إنه خناقات يعني مدري شو فيه يعني. لا، انتقادات عادية. أستاذ منصور بالعكس كان هو يجمعنا، كان هو اللي يهدي الوضع ويجمعنا بالبيت، روقه يا كارول، روقه يا أسامة روق. فبالعكس أبدا ما كان في مشاكل مع أستاذ منصور. إذا بدك مع أنا أسامة بوجهة النظر بالقصص اللي كان بده أوقات. إيه المشاكل اللي كانت مع أسامة؟ يعني لا بتصير يعني انتقادات مثلا. مش ما عندي مشكلة أنا النقد. أوف، أنا أكتر حدا يعني معروف عني بتقبل النقد، وبالعكس تشالنج بيعمل لي تشالنج النقد وبعمل أحلى. يعني ما عندي مشكلة إنه حدا ينتقدني ويعلمني وأتعلم منه. مش هيدا الأنواع النقد اللي كنا نتصطدم فيهم. ممكن أوقات كون بدي أدي أغنية مثلا، أنا مش كتير عنيت لي شخصيا، ما فيك تجبريني غني شيء أنا مش حسسته. لا، أنا بهالقصص راسي شوي. إيه عرفت إنه مش، لا شيء خلص بيجي على احساسك، انت مش حاسه انه هذا الشيء هالقد، او مثلا مشهد مسرحي حابه انا اديه بهالطريقه، لا هو شايفني لازم اديه يعني ارجع اوقات على المسرح اعمله مثل ما انا بدي، مش لانه بدي مشي رايي، انا حسسته هيك. عرفتي؟ وبجربه، مش انه برفض، انه بجرب اللي عم بيقول لي، بجرب اللي عم بيقول لي وبرجع بجرب انا هذا. لا، بحلاقي حالي انه هون مرتاحه اكثر، بعمل هون كيف في صدام. انت قلتي ان يعني ان هم ما كانوش عندهم حاجه تاني يدوها لك اكتر من اللي عملوه. لا، هم كان عندهم حاجه، بس كان كل وقت تركيزهم مسرح ومسرح ومسرح ومسرح. يعني انا ما كان، والعمر عم يمر، وكل سنه 3 سنين مسرحيه واحده. كان مش يمكن مقصود؟ كان لا، مش قصه مقصود، كان شوي يعني بطيء. يعني انا كان بنظرتي بوقتها انه لحدا هالقد عنده امباير، انه مفروض انه يكونوا خلص يعني شركه عم تمشي مكنه طق طق. عرفتي؟ مش معناتها انه نفقس مسرحيه كل سنه، يعني مش هيك بقصد. فبعدين انه انا بحب لما يكون في مواهب معك تستغليها على الاخر، تعصيها طلع منها كل شيء، مش تجي تقولي له بعد في وقت بكير بكير. انا كانوا يقولوا لي رح نعمل، ما قالوا لي لا، انتبهي ما قالوا لي لا، بس انه بكير وبعد في وقت وبكير. وانا عملت اجتماع كذا مره يعني حكيتهم قبل ما هيدا. بعدين لقيت انه كمان لمصلحتي
انه شوي ابعد وسع بكار المسرح، انه بتعرفي المسرح وما كان في سوشيال ميديا من زمان، هلا نيالهم يلي الواحد يعمل مسرح اتليست في سوشيال ميديا شغله بيوصل. يعني انا مثلا ما كان وقت اعمل، كنت ب 98 بلشت اول مسرحيه معهم، لو ما جيت بالمسرحيه على مصر على دار الاوبرا عملناها، ما كان حدا يعني الجمهور المصري شايفني او بيعرفني، او حتى بتونس ما كانوا سامعين بكارول الممثله الرحبانيه. فانا كنت بدي اعمل شيء يوصلني اكثر من المسرح، بدي انطلق بعالم الاغنيه لانتشر اكثر بالعالم العربي، وهذا حقي.